في عناوين النشرة: نصلى نحن قوم لا نبتز، روحوا طالبوا وحايقوا مع أصحاب القرار السياسي الجبان والخاضع والمتردد، واللي يمكن أصلا ما كان شايف إنه هن عدو، كان يشوفهم ثوار، كان يشوفهم إنه هو جزء من المشروع الكبير اللي هو جزء منه. هذا الملف روحوا افتحوا. أبو طائي شريك أبو مالك التلي في احتلال عرسال. إذا يا شيخ قررتم الخروج وجاء الجيش لكي يقتل شباب أهل عرسال، أنا أول من سيقاتل، ولن ألقي السلاح حتى أكون في التراب. هذا ما عندي. اللواء عباس إبراهيم للجديد: نحن دولة عدل لا دولة قتل. عندما خرج الجيش اللبناني بهذه العملية خرج بهدفين: تحرير الجرود وجلاء مصير العسكريين. نحن حققنا هذه الأهداف، ما خرجنا للقتل. عينات الدي ان اي أخذت والانتظار الأصعب بدأ. عوامل كيف كانت الجثة موجودة ما بتأثر كتير على فحص الدي ان اي. أهالي جنود القاع إلى أراضيهم بمرافقة المقاومة. بفضل المقاومة وتحرير الأرض صار فينا نجي لهون، وما بس بدنا جينا هلأ، نحن بدنا نجي ونستثمر أرضنا وندافع عنها مع المقاومة لنحمي. والإعلام يعاين والجيش ميدان ما بعد المعركة. طلعنا بهجومنا من هالبعة هيدي على جبل يسمى حقاب خزعل. العمل العسكري عليه كان مزيج من العمل الخاص والعمل الكلاسيكي. وروسيا تدعم وساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية. نحن جاهزون للمساعدة في هذا الإطار. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية. رجل الانتقال السريع بين الضرب بيد من حديد إلى العيد، فهو انحارب في تموز حجز للاحتفال في آب، وبعد فرحة الجنوبيين في تحرير العام 2000 نقل السعادة إلى البقاعيين مثبتا 28 من كل آب عيدا للتحرير الثاني من الإرهابيين محتلي الأرض. وفي خطاب تنظيف الجرود من داعش، كشف الأمين العام لحزب الله اللبنانيين بمراحل القتال والتفاوض وصولا إلى الاتفاق الذي كانت أولوياته معرفة مصير الجنود المخطوفين. وأعلن نصر تفهمه للردود الغاضبة على كلمته الأخيرة، لكنه توقف عند اتهام الحزب بالابتزاز أو بابتزاز الحكومة اللبنانية لتتصل بسوريا، وأوضح أنه لم يلزم الحكومة بالتفاوض وليس حزب الله من يبتز بقضية إنسانية، ولذلك فإن من قال هذا الكلام هم صنفان: إما جهلة لا يعرفون اللغة العربية أو لئام عديمو الأخلاق. وبعد أن سرد نصر الله الشروط اللبنانية كشف أن من بينها إطلاق سراح المطرنين المخطوفين والصحفي سمير كساب، وأعلن أن جواب داعش كان بنفي خطفهم للمطرانين وكساب، وأوضح أن حزب الله بطأ المعركة لمعرفة مصير الجنود، وهو رفض بالتالي أي مطلب لداعش يتعلق بالمسجونين في رومية، ولم يوافق أيضا على تجزئة الحل. ورد نصر الله على أصوات سياسية وإعلامية علت تطالب بالانتقام قائلا: نحن لدينا دين والمؤمنون لا يغدرون ولا يطعنون بالظهر، فهذه معركة وليست انتقاما، وروح فتشوا على مين سمح أن يبقى هؤلاء الجنود بين خاطفيهم، ومن منع الجيش من المعركة مع أنه كان قادرا على خوضها. طالبوا أصحاب القرار السياسي الجبان الذي لم يكن يرى في الإرهاب عدوا، إنما كان من الثوار. وفي الملف نفسه تحدث المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للجديد، فأعلن أنه لم يعثر بعد على رفات الشهيد عباس مدلج، وأن استئناف البحث عن جثمانه سيبدأ يوم غد. وشكك إبراهيم بما قاله محامي أهل العسكريين عن احتمال عدم مطابقة فحوص الدي ان اي مع الجثامين الموجودة في المستشفى العسكري، وقال
إن الاتفاق الحاصل هو نتيجة الهزيمة التي منيت بها داعش، وهناك أثمان حصلنا عليها وليس أقلها مصير العسكريين، ولو تم القضاء على هؤلاء المسلحين لبقيت قضية العسكريين عالقة إلى أبد الآبدين. فهذه دولة تمارس العدالة ولا تمارس القتل، وعندما خرج الجيش اللبناني إلى الحرب كان له هدفان: تحرير الجرود وجلاء مصير العسكريين، وقد حقق هذين الهدفين. إذن في خطاب النصر على الإرهاب شرح الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله المراحل الأخيرة التي واكبت عملية التفاوض، وقال إن أحد أسباب بطء المعركة في الأيام الأخيرة هو كشف مصير الجنود، وإذ أعلن أن إجمالي المغادرين هم 670، 331 مدنيا و26 جريحا و308 مسلحين، كشف أن شهداء حزب الله في معركة وإن عدتم عدنا 11 شهيدا وسبعة شهداء من الجيش السوري. وفي فصل من الخطاب رد السيد حسن نصر الله على من اتهم حزب الله بابتزاز الجيش اللبناني والدولة بموضوع العسكريين المخطوفين قائلا: ليس حزب الله من يبتز بقضية إنسانية. بعد انتهاء الكلمة صدرت بيانات سريعة، وتاني يوم أيضا كلام طويل عريض أنه حزب الله يبتز الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني، يبتز بقضية الجنود المخطوفين، ويريد من خلال هذه القضية الإنسانية أن يضغط على الحكومة اللبنانية لتتصل بالحكومة السورية وتنسق وتطبع معها العلاقات، وهذا ابتزاز، وهذا بعض ينظر بالأخلاق وبالإنسانية. أنا ما قلت هيك، في أحسن ظن هو اللي علقوا، في أحسن ظن أنه يمكن ما سمعوا الحكي مزبوط أو نقلوا لهم مقتطع أو مختلف، هذا أحسن الظن يعني. ولكن نحن ليس الآن في وارد أن نحسن الظن. أنا ما قلت هيك، وإلا أنا قلت في طريقين: الدولة بتحب تفاوض داعش على كشف مصير الجنود، يا الله فيها تفاوض، والقيادة السورية ستكون متجاوبة ومتعاونة، ولكن هذا شرطه الطلب والتنسيق الرسمي والعلني. الطريق الثاني أن حزب الله يفاوض والقيادة السورية ما عندها مشكلة بهذا الموضوع، ولذلك نحن وإحنا فاوضنا. لو طرحنا باب واحد وأقفلنا بابنا فيك تقول يمكن له محل تقول هذا ابتزاز. مش حزب الله اللي بينقال عنه ابتزاز في قضية إنسانية، مش حزب الله ولا يوم من الأيام منذ أن وجد حزب الله إلى اليوم. ولذلك كل الذين قالوا هذا الكلام سواء كانوا كبارا أم صغارا، أحزاب أم تيارات أم إعلاميين أم سياسيين أو مين ما كان يكون، هم صنفان: إما جهلة ما بيعرفوا اللغة العربية وما بيفهموا عربي، ومسايب أنا بعرفش أحكي لا إنجليزي ولا فرنسي، إما أنهم جهلة باللغة العربية، وإما أنهم لئام عديمو الأخلاق. نقطة، انتهى هذا البحث. إذا حدا بيحقله يغضب، إذا حدا بده ينتقم، أنا بدلكم روحوا فتشوا على من سمح أن يبقى هؤلاء الجنود بين يدي خاطفيهم، مثل ما كل هلأ كتار عم يحكوا بالبلد. أنا ما عم جيب شي جديد وحكيتها سابقا، شوفوا طالبوا بدل ما تدينوا الجهة اللي قاتلت وقدمت شهداء وعملت اتفاق وساعدت وساهمت في كشف مصير الجنود وأماكن دفنهم وفي هذا التحرير العظيم، روحوا طالبوا رسميا الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني ومجلس النواب اللبناني، طالبوا بأنه ينفتح تحقيق كيف هيدا صار لما اجوا هول المسلحين وخطفوا العساكر من الجيش اللبناني ومن قوى الأمن الداخلي. مين اللي منع الجيش اللبناني ساعتها بنفس اليوم تاني يوم وكان قادرا؟ مش أنه هلأ صار الجيش قادرا، من الأول الجيش قادرا، وهذا الفرق بيننا وبينكم. من الأول نحن بنؤمن بالجيش وبنوثق بقدرته، أنتوا اللي كنتوا تشكوا فيه وتسبوه تتهموه على المنابر ومجلس النواب. الجيش الذي كان قادرا وما زال قادرا، من منعه؟
كان بيقدر الجيش يطلع، وكان بعدهم موجودين الجماعة ومعروف وين موجودين وبأي بيوت، وهي المعلومات كانت متوفرة. كان بيقدر الجيش بكل بساطة وبكلفة أقل مما تحملها الجيش من ذلك اليوم إلى الآن أنه يحاصر ويحرر الجنود أو يعتقل مجموعات كبيرة من داعش ونصرة في عرسال ويفاوض عليهم ويستنقذ جنودهم. روحوا طالبوا وحايقوا مع هول مع أصحاب القرار السياسي الجبان والخاضع والمتردد، واللي يمكن أصلاً ما كان شايف أنه هني عدو، كان يشوفهم ثوار، كان يشوفهم أنه هو جزء من المشروع الكبير اللي هو جزء منه. هذا الملف روحوا افتحوا. وفيما يتعلق برفات الشهيد عباس مدلج، قال نصر الله إن البحث جار عن مكان دفنه ولا يتوقف حتى معرفة المكان. وأعلن أن لبنان أمام نصر ثان هو تحرير كافة الأراضي اللبنانية من الإرهاب وتحرير الأراضي السورية، وهو شرط قطعي ولزام بتأمين الأراضي اللبنانية. وأضاف: هذا ما نسميه النصر الكبير، وجدير أن نسميه التحرير الثاني، وهذا النصر هو جزء من الانتصار في المنطقة، مشيرا إلى أن الإرهاب من داعش وكل الجماعات التكفيرية صنعتها الإدارة الأمريكية وقاتلت في المشروع الإسرائيلي. فيما يتعلق بوفاة الشهيد عباس مدلج من أيضا المؤسسات العسكرية، من المؤسس العسكري، باعتبار أنه ما كان مدفون مع الشهداء الثمانية، كان مدفون لحال، فتشوا أمس منيح ما لقوا، فتشوا اليوم. لكن أنا سمعت مناشدة والد الشهيد، أرسلت وفد بخدمته اليوم قبل الظهر، وقلنا له هذا موضوع عم نتعاون نحن والأمن العام والجيش اللبناني، وابنك هو ابننا، ولذلك الضمان اللي معانا أنه هؤلاء الفالين ما بيعرفوا هذا وين. في واحد من داعش هو الذي يعرف المكان، لكن بطبيعة الحال لأنه هني مش تاركين علامة بده ياخد وقت بالتفتيش مثل ما صار بالجنود. هذا الشخص هو أصلا سلم حاله ونحن محتفظين فيه، وسيبقى عندنا إلى أن نحسم موضوع جسد الشهيد عباس مدلج، بعدين منشوف هذا الشخص كيف بده يتسوى وضعه. لم يعد هناك اليوم لا جرد ولا تلة ولا جبل ولا وادي ولا نقطة حدودية يتواجد عليها إرهابي تكفيري أو مشاكل، هذا كله أنجز وانتهى. الحدود اللبنانية باتت آمنة على طول الخط عسكريا، ألا بيضل شي واحد يتسلل من أرض سويرية. تأمين الحدود، ومن إنجازات أيضا هذه المعركة هو تحرير الأرض السويرية من الجماعات الإرهابية، والذي هو شرط قطعي ولازم لتأمين الحدود اللبنانية السورية. إذا نحن هذا اللي بنسميه اليوم النصر الكبير والعظيم، وجدير بأنه نسميه التحرير الثاني. طبعا هذا النصر لازم ما يغيب عن بالنا لحظة أنه هو جزء من انتصارات موجودة في المنطقة. الهزائم من الموصل والآن في تل عفر إلى شرق حلب، إلى شرق حمص، إلى شرق حما، إلى البادية السويرية، إلى جنوب الرقة باتجاه دير الزور، كل هاي المعارك مع داعش التي هزمت داعش وأنهكت داعش، ما في شك بأنها تركت آثارا معنوية كبيرة جدا على داعش التي كانت تقاتل على الحدود اللبنانية السويرية. يوم بعد يوم عم يثبت أنه داعش وكل هاي الجماعات التكفيرية صنعتها الإدارة الأمريكية وقاتلت في المشروع الإسرائيلي، وقاتلت في المشروع الإسرائيلي، وما قدمته هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية لإسرائيل لم تحظى به ولم تحصل عليه إسرائيل خلال عقود من الزمن. وردا على كلام السيد حسن نصر الله، قال تيار المستقبل في بيان: نأسف أن تتحول مناسبة تحرير الجنود البقاعية والانتصار الذي حققه الجيش اللبناني على تنظيم داعش الإرهابي والنهاية التي آل إليها مصير العسكريين المخطوفين إلى ميدان لتعكير المناخ الوطني والاستباق على قطف النتائج السياسية وتوزيع المغانم المذهبية والطائفية على المناطق اللبنانية. وأضاف تيار المستقبل أن الأمين العام لحزب الله يريد أن يحاسب القوى السياسية على مواقفها المبدئية
من دعوته للتواصل مع الحكومة السورية، وتفرد الحزب في اتخاذ قرارات تتصل بأمور السلم والحرب بمعزل عن الدولة ومؤسساتها الدستورية. شريط مصور وحصري للجديد يثبت تورط مصطفى الحجيري أبو طائي في التآمر على بلدة عرسال وعلى الجيش اللبناني، ويتوسل إلى أبو مالك التلي البقاء في البلدة وجرودها وعدم الانسحاب. الحكاية لا تكتمل. قبل وضع خواتيم نهاية خاطف العسكريين الأساسي أبو طائي مصطفى الحجيري في المحاسبة والعقاب الذي يستحقه، وحكايته لا تنتهي عند الخطف وتسليم الجنود اللبنانيين للإرهابيين، ولأنه اعترف على لسانه باستضافتهم في آب من عام 2014، حطم علينا الواجب أن نتتبعه لتتوسع فضائحه ولنضيف فضيحة أخرى إلى ملفه موثقا بالصوت والصورة. فهو أيضا كان المحرض الأساسي على الجيش اللبناني والداعم والمنادي لإبقاء النصر بأميرها أبو مالك التلي، بل ومناجيا إياه ومنصبه الحامي. فيديو حصري حصلت عليه الجديد في جلسة تجمع أبو مالك التلي وأبو طائي، نبثه ونضعه في عهدة كل معني. إذا يا شيخ قررتم الخروج وجاء الجيش لكي يقتل شباب أهل عرسال، أنا أول من سيقاتل، ولن ألقي السلاح حتى أكون في التراب. هذا ما عندي. هذه الجلسة عقدت خلال معركة عرسال وبعد خطف العسكريين، وضمت مشايخ من هيئة علماء المسلمين من أجل تسوية نعود إليها لاحقا. كان التلي يعلن موافقته على الخروج من بلدة عرسال. طبعا احنا أخذنا قرار مع كافة الفصائل بأنه احنا أخذنا قرار حقيقة جريء أن نترك عرسال ونخرج منها، مع أنه نحن أهل عرسال، يعني نساء أهل عرسال وأبناء أهل عرسال بيخصونا مثل بيخصون الناجين. هناك واقع ما نستطيع أن نتجاهله، أنه يوجد حوالي 5000 مقاتل زوجته وابنه موجود في عرسال، وهذول المقاتلين لا منتشرين بالشوارع. في حين يرفض أبو طائي ذلك بشدة، محملا إياه المسؤولية ومتهما إياه بالخذلان. نحن الآن عندنا، أنا ما بدي أحكي كثير، إخواننا السوريين الله يجزيهم خير ما شاء الله عنهم، يعني يبدعون في الكلام وما بيحتاج لكلام، لكن أنا بدي أحكي الآن عرسال. عرسال عندها مئات الشباب الآن، في عندهم مثل ما بتعرف مذكرات وغيره. هل الآن إذا الآن خرجوا الشباب من هنا، هل هم يصلون بطرف عرسال وبعدين يجتاح الجيش اللبناني، يجتاح البيوت ويدخل إلى البيوت فيدمر ويحطم ويقتل؟ إذا كان الأمر كذلك بيكون هذا ضمن البيان. إذا كان الأمر كذلك، أنا أول من سيحمل السلاح وسيمشي أمام الشباب إلى القتال. صح. أنا من حقي أن أدافع عن نفسي وعن عرضي وعن بيتي مثل ما أي إنسان من حقه يدافع عن نفسه. عفواً. أنا اللي بدي أقوله، إذا الشباب الآن بدهم يخرجوا، أنا أتهمهم بخذلان أهل عرسال. إذا تركونا لوحدنا نلقى مصيرنا. إذا الآن شيخ ملك، أنا أقول لك على الملأ الآن، إذا تركتم شباب عرسال الآن وخرجتم أنتم إلى الجبال وتركتم شباب عرسال يعتقلون ويزجون في السجون، شباب عرسال ما قتلوكم، أنت تعرف. فأرجو ألا يخذل أهل عرسال بهذه المنطقة. الجيش أنه لا يدخل الجيش، هذا هو شرط شيخ. الجيش يرجع إلى ما كان عليه، عفوا، الجيش يرجع الوضع إلى ما كان عليه قبل المشكلة. يعني ليس من يعني من الممكن ان نقول للجيش، بدي اقول انا ممنوع عليك ان تفعل ولا تفعل، لكن ان الجيش يستغل المقاتلين او المجاهدين يخرجون من عرسال ثم بعد ذلك تبدا مذبحه، سواء كان باخواننا السوريين، الشباب السوري، كثير من الشباب. لا ابدا، لا يمكن نصح بذلك. اذا يا شيخ قررتم الخروج وجاء الجيش لكي يقتل شباب اهل عرسال، انا اول من سيقاتل، ولن ألقي السلاح حتى أكون في التراب. هذا ما عندي. أنا برأيي يا مشاري، حتى ما نربط موضوع بموضوع تاني، وقت اللي أهل عرسال بده يجي هالجيش يجتاحهم ويدعبس عليهم، الله يلعن هالضيعة وأهلها بظهر ملك. ليش نحن أول مرة بنواجه الدولة اللبنانية؟ أول مرة يعني بنقاتل الدولة اللبنانية. نحن بدنا نلتزم بشغلتنا. ممنوع الجيش يكمش اي عرسالي او سوري بعد خروج الشباب من عرسال. هذا بدنا نحن نلتزم فيه ولا ندافع عنه بسلاحنا وبارواحنا وبكل شيء. وين حصل؟ لانه حصل بدنا نواجه.
بعد هذا الفيديو الذي نودعه قواثيقة للمعنيين ويقطع أي شك في العلاقة الوطيدة التي كانت تجمع بين التلي وأبو طقي وعن دوره ومونته، ما إذا كان بوده إنقاذ من أعدم من العسكريين أو تجنيب البلد المصيبة التي حلت به طوال سنوات. يمنى فواز، قناة الجديد. جملة من علامات التساؤل ارتسمت حول عملية ترحيل داعش والكشف عن مصير العسكريين المخطوفين. يجيب عنها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في اتصال مع الجديد. مش صحيح أنه تم اليوم العثور على رفاته. بالحقيقة نحن الأمن العام والجيش عم نعمل معا ومستمرين بالبحث عن رفات عباس مدلج. إذا ظهرت نتائج الدي ان اي غير مطابقة والدواعش فلوا، نعم، كيف بنرجع بنعرف وين من العسكر؟ نحن منشك انه هذه الجثث او هذه الجسامين ان تكون لغير العسكريين. ما اشار اليه موقوفي داعش كان صحيحا، ومن جملة ما اشاروا اليه انه الجثث او جثامين العسكريين مدفونين بهالمنطقه، وانا كمان برجع بقول كان لدينا معلومات ان العسكريين دفنوا بهاي المنطقه، وارسلنا عسكريين او عسكري الجيش وعملوا على مدى 5 أيام بالبحث. ليش فوضتم على انسحابهم مش على محاكمتهم ومحاسبه قتله العسكر؟ بالعوده للعقل، هناك اتفاق، هذا الاتفاق هو نتيجه هزيمة المسلحين وانهيارهم، طلبوا الخروج مقابل أثمان نحن حصلنا عليها. ليس أقل هذه الأثمان أنه دلونا بشكل دقيق على مكان وجود جثامين العسكريين اللي نحن صرنا 3 سنين نسعى ونعمل جاهدين للوصول إلى النتيجة التي وصلنا إليها للأسف. لو تم القضاء على هؤلاء المسلحين كانت هذه القضية رح تضل عالقة إلى أبد الأبدين. نحن جيش ونحن دولة لا نفكر بهذا المنطق. يعني بالحرب في قواعد للحرب. نحن عندما خرج الجيش اللبناني بهذه العملية خرج بهدفين: تحرير الجرود وجلاء مصير العسكريين. نحن حققنا هذه الأهداف، ما خرجنا للقتل. لو خرجنا للقتل في عنا كتير أهداف ممكن نقتلها داخل لبنان، نعتقد أنها متورطة. هذه دولة وتمارس العدالة ولا تمارس القتل. دول كبيرة دخلت على خط المفاوضات تحديدا المتعلقة بخروج الإرهابيين مقابل الكشف عن مصير العسكريين. من هي هذه الدول؟ يعني هيدا جزء من الوجه السري أو من خليني أقول جزء من الوجه السري للمفاوضات. ما بسمح لحالي أن أخرج عن هذه السرية مراعاة لأمور كثيرة، وسيكون لهذا الملف ما يليه. يعني خلينا نشتغل بسرية لنوصل للنتائج. رفات الجنود الثمانية يخضع الفحوص والمقارنة بعينات من الأهالي. إلى المستشفى العسكري في بيروت وصلت مجموعة من أهالي العسكريين الثمانية، حيث أودعت الجثامين التي عثر عليها في جرود عرسال. بدأ النهار بفحوص الحمض النووي التي باتت اعتيادية لدى الأهالي، قبل أن يطلب إليهم إجراء صور بانورامية للأسنان لمطابقتها بأسنان الجثث. أملنا بالله كبير أنه ما يكونوا هالريفات كلياتهم عايدين لشهداء 8 الجيش اللبناني. قلنا سأل كبيرة بكلام سعادة اللواء اللي حكيم بارح ونقفل ملف العسكريين، بس عنده كانت نقطة إضافية، اللواء ما نقفل الملف طبعا إلا لا يتم موضوع دي ان اي. بعد ما صارت هالأمور كلياتها بالليل، يعني نحن وعينا رجعنا شوي من الصدمة اللي كانت صارت، شفنا قدامنا يمكن صور بعتوها انه هيدي لتعود للعسكريين، فمن بين الصور كان في صورة طفل، فهون نحن اندهشنا بهذا الموضوع. فهذا اللي خلى عنا شك انه ممكن ما يكونوا كلياتهم، ممكن في جزء منهم للعسكريين وجزء اخر مش لهم. الاهالي يرفضون تبني الكلام الرسمي في انتظار نتائج الفحوص، ويؤكدون انهم لم يبلغوا بكلام اللواء عباس ابراهيم الذي يفيد باستشهاد العسكريين والذي يعود الى شباط من عام 2015. تواصلنا مع الاعلام دائما كان هو اللي عم بوصلنا هيدي الرسائل، وتواصلنا مع احد من عناصر اللي كانت موجوده بجود عرسال
كانت عم توصلنا منهم بيقول لك في 6 عايشين، بيقول لك في 3 ميتين، يعني تضاربت المعلومات كثيره حول هيدي المساله. السلطات الرسميه اللبنانيه ما حطتكم بهذا التصور. لا ما حطتنا بالسابق، هذه اول مره بتم اعلانه. من لم يحضر من الاهالي الى المستشفى زارته الفرق الطبيه في منزله لاخذ العينات. أنا متأملين لهلا يا ماما، عشان كان آخر شيء يا ماما، العالم كله معه كبر وأنا بعد كبرني يا الله، وبعد علي يا ماما، لك رحت على راسي بحلبك يا الله، لك لحتى شوف قريب علي يا ماما، واسمع لي شي خبر يا ماما، إن شاء الله بيكون هالحكي كذب يا ماما، بيكون ما في شيء، ما بين شيء يا ماما. على اساس انه كانوا طيبين وممشين المفاوضات وكل شيء، وبعدين اجى هذا الخبر فجأة وما في شيء منه من الحكا، ومن اول ما اخذون كان فيني يجيبون، بس اني الدوله ابد دايهم. ساعات قليله تفصل عن اعلان النتائج، ومعها تضيق مساحه الامل. ساعات ستكون بالنسبه الى الاهالي اصعب من 3 أعوام من الانتظار. حسان الرفاعي، قناه الجديد. بعد أخذ عينات من الأهالي، كم من الوقت المستغرق حتى إعلان النتائج في تحقيق للزميلة دارين دعبوس؟ 3 سنوات بين الأمل وانقطاعه، تحسمها ساعات أو أيام وعينات بسيطة مما يعتقد أنها تعود إلى شهداء الجيش الثمانية. اختبار الحمض النووي أو DNA علم يعتمد على نتائج علمية دقيقة غير قابلة للشك، تحسم من خلالها الأنساب. فإلى كم من الوقت يحتاج هذا الاختبار لتصدر نتائجه الرسمية؟ وهل يمكن أن تؤثر العوامل الطبيعية والمناخية التي وضع فيها الرفات سلباً في نتائج الفحوص؟ اللي عم نحكي على 8 عسكريين، يعني ما لازم يتطلب هالشغل أكثر من 48 ساعة. فيك تاخدي فحص، تعملي فحص سريع بيعطيك النتيجة يمكن بـ8 ساعات، وبعدين تعملي فحص مطول يعني بياخد وقت أكثر بعد 24 ساعة 48 ساعة، بس ما لازم يستغرق الفحص أكثر من 48 ساعة. إنه هول الجثث كانوا مكبوب، يعني أكيد ما كانوا مدفونين بطريقة لائقة، وما منعرف قدي صار لهم مقتولين. هلأ العوامل كيف كانت الجثة موجودة ما بتأثر كتير على فحص الDNA. يعني فينا نشيل DNA من جثة عمرها مئات أو آلاف السنين. الشغلة الوحيدة اللي بتخوف إنه يكون فيه منسميها نحنا contamination أو اختلاط. هيدي الشغلة الوحيدة اللي بتخوفنا إذا يعني كانوا يعني إذا كانوا متقاربة من بعضها، يمكن بتاخد يمكن نهار أو نهارين زيادة. ليه بصير فيه؟ لأنه بدنا نفرق، لأنه إذا بعينة واحدة عندك أكثر من نموذج جيني ما فينا نعرف لمين بيرجع، مشان هيك بدنا نعمل فحوصات شوي أكثر دقة وبتاخد شوية وقت أكثر، بس ما لازم تاخد يعني أكثر من 72 ساعة. هي ليست المرة الأولى التي يخضع فيها أهالي العسكريين لفحوص الحمض النووي لمطابقتها بعينات أخرى، فلماذا تتكرر هذه الفحوص وكيف تجرى؟ خدت العينة أوكي، اللي هي شعرة أو شو ما كانت تكون، يمكن شقفة تياب ملوثة بالدم، هذا الماء بقلبه الحمض النووي. ما فيك تشوفيه يعني انكولور انودور سان سافور، ما بتشوفيه يعني. خرج الحمض النووي بحطه بهالأنابيب هيدي، وبعمل له أول فحص. يعني بعمل أنا فحص أول بياخد تقريبا شي ساعة 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 ونص ماكسيموم اوكي، وهذا بنعمله بنحطه بماشين حطه هيدي ايه، وبنحط رن بدها مثلا خلينا نقول ايه، يعني بدها تقريبا بتقلك قديش بدها وقت مثلا هلا تفتح معي، يعني بدها شيء تقريبا ساعة ونص ايه. هون بنحط كل الدي ان اي كلهم هودي ايه، هذا الارشيف يعني اخذوا من بس زمان. بس اليوم عم نعرف انه عم بيرجعوا ياخذوا مره ثانيه من الاهل، مفروض هاي العينات موجوده؟ لا مفروض اذا في اذا سبب؟ لا ما في سبب ابدا يرجعوا ياخذوا الا اذا ما كانوا اخذين من كل الاهل يمكن. لا بس تاخذي مره واحده وبتنحفظ بالارشيف يعني. لا 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 ما بتتغير ابدا. ووسط كثره الاقاويل والتحليلات، يتمنى اولياء الدم الا تتطابق نتائج الدي ان اي، ليبقى الامل قائما بعوده الابناء سالمين ولو بعد حين. دارين دعبوس، قناة الجديد.
حزب الله ينظم جولة لأهالي القاع على جرودهم المحررة. بعد سنوات من احتلال تنظيم داعش أراضيهم في الجرود وغيابهم القسري عنها، عاد أهالي بلدة القاع إلى جرودهم المحررة لمعاينتها، وذلك في خلال جولة نظمها حزب الله وشملت وادي ورأس أبو عيون ومرتفعات الصبة والنصران والسمرمرات التي كانت المقاومة قد حررتها قبل 3 سنوات وسلمتها للجيش اللبناني قبل بدء العملية العسكرية، وهي تقع قبالة موقع الكهف المحرر حديثا. نحن جايين نتشكر المقاومة ونتشكر الجيش ونتشكر اللي حررنا أرضنا. نحن موجودين هون على الحدود اللبنانية السورية، حدود القاع، ورانا بتصير منطقة البريج وقارة، ونحن هون صايرين على الحدود تمام. بالقبل ما كان يتسنلنا نجي لهون، هلأ بفضل المقاومة وتحرير الأرض صار فينا نجي لهون، وما بس بدنا جينا هلأ، نحن بدنا نجي ونستثمر أرضنا وندافع عنها مع المقاومة لنحميها. قدروا المقاومين أنه يتسللوا لمكان قريب من هذا المركز، وبنداء يا عيسى ابن مريم تم استهداف المركز وتدميره. روح ابناء فدي عن لبنان، الله يرحمهم، نتمنى من الدولة تبين حقنا. طبعا نحن من هون، من هذا الموقع، من هاي الأرض الطاهرة، نبارك للمقاومة، للجيش العربي السوري، للجيش اللبناني، للشعبين العربي السوري واللبناني، للشعبين السوري واللبناني، هذا الانتصار المؤزر على هؤلاء الدواعش الإرهابيين. واختتمت الجولة أمام المركز المدمر لأمير داعش الإرهابي أبو السوس، الذي قتلت فيه المقاومة مسؤول العمليات الانتحارية في تنظيم داعش الإرهابي أبو خطاب، وهو الرجل الذي كان قد أرسل الانتحاريين إلى بلدة القاع. الجيش يعاين انتهاء المعركة ويجول مع الإعلاميين في جرود رأس بعلبك. تقرير للزميلة جوال حاج موسى. بين طرقات جرود رأس بعلبك الوعرة، سارت آليات الجيش اللبناني جنبا إلى جنب مع سيارات وسائل الإعلام في جولة نظمتها مديرية التوجيه، تحول فيها الإعلاميون إلى جنود مؤقتين عاشوا صعوبات التنقل في الآليات على الأراضي الوعرة التي سارت فيما يشبه العواصف الرملية. في غرفة العمليات شرح قائد المجموعة المكلفة تنفيذ عملية فجر الجرود مستعينا بمجسم يظهر الكيلومترات 120 التي استهدفتها العملية على 3 مراحل، وكيف أن الالتفاف جنوبا على عناصر التنظيم شكل ضربة في الخاصرة أدت إلى إضعافهم. طلعنا بهجومنا من هالبقعة هيدي على جبل يسمى حقاب خزعل. العمل العسكري عليه كان مزيج من العمل الخاص والعمل الكلاسيكي، شاركت فيه وحدات الجيش من القناصة للوحدات الليينة اللي بتستعمل اليو تي في المجهزة بأسلحة ثقيلة، شاركت فيه الوحدات الخاصة بالجيش والوحدات التدخل والوحدات الكلاسيكية. العملية كلها تسوى تميزت ب تكامل كافة الأسلحة لخدمة المهمة. من تلة إلى أخرى، حكايات انتصار تروي كيف زرع الإرهابيون عبواتهم الناسفة التي قد لا تبعد الواحدة عن الأخرى سوى سنتيمترات معدودة على الطريق وفي المغاور والكهوف المستحدثة التي أقاموها، وكيف بسط الجيش سيطرته على تلة رأس الكهف بعدما ثبت قاعدة نيران على التلة المقابلة تمهد له الطريق أمام السير إلى التلة ونزع الألغام منها قبل أن يدمر أكبر مركز تواصل لداعش. كيادة اللفيف كنت أنا قاضو، بلشنا فيها على أساس هيدا الإنجاز الأساسي تبعنا، يعني بس نحتل إحنا هيدا التلة بنكون قضينا العدو نهائيا، باقي المراكز بتصير ضعيفة إذا إحنا أخذنا هيدا التلة. في ممر اللذاب مشهد الأعلام اللبنانية والجيش مرتفع على الأليات يؤكد سيطرة الجنود على الممر الأهم بين تلال حليمة قارة والجرود. أما هنا فتلة خزعل محطة المعركة الأخيرة، تقابلها مساحة 20 كيلومترا مربعا التي كانت متبقية للجيش اللبناني قبل إعلان وقف إطلاق النار وانسحاب داعش. بمعركة طال انتظارها أشرقت شمس الحرية أخيرا بعد فجر جرود محكم لتضيء على سلسلة جبال لبنان الشرقية وتدحر إرهاب الخارج من الأراضي اللبنانية. من جرود رأس بعلبك، جوال الحاج موسى، قناة الجديد.
انطلقت مساء الحافلات التي تقل مسلحي داعش وعائلاتهم من جنود قارة في القلمون الغربي إلى البوكمال في ريف دير الزور الشرقي. وقد التحق 112 شخصا بينهم نساء وأطفال بالقافلة التي تقل إرهابي تنظيم داعش قادمين من جنود بلدة عرسال اللبنانية. هذا فيما تمكن الجيش السوري ومجاهدو المقاومة من تثبيت نقاطهم على قمة مرتفع حليمة قارة الاستراتيجي في جنود القلمون الغربي حاملين رايات النصر، رايات لبنان وسوريا والمقاومة. المجند المفقود يحيى خضر لا يزال مجهول المصير، والأهالي يناشدون الدولة التحرك. فقد في 28 من آب عام 2014 في خلال تأديته واجبه العسكري، ولغاية اليوم لا يعرف أهل المجند المفقود يحيى خضر مصيره. خضر بن بلدة عسق الضنية كان قد فقد بعد كمين نصب له ولرفاقه في وادي الرهوة في عرسال، وقد جرى إنقاذ رفاقه الأربعة فيما انقطع الاتصال به منذ ذاك الحين، على الرغم من بذل الأهل كل جهد واستخدام كل وسيلة تواصل واتصال لمعرفة وضع ولدهم. أنا بتمنى من الدولة اللبنانية تقلنا وين مصير خيي المفقود. هو مخطوف، هو مفقود، هو ميت، هو طيب، ما عارفين شيء. واجهنا كود الجيش قبل هلا ما قالنا شيء، قال إن شاء الله بيكون مع داعش وعم نتفوض بالملف تبعه الموجود. فهلا تفاجأنا إنه لقينا الشباب اللي لقون انه 8 من جماعة داعش، وخي يحيى منهم بيان بالاسماء بالمرة. امبارح كنا موجودين برياض الصلاح، جابوا العساكر الله يرحمهم يجعل مسكنه الجنة، بس يحيى ما بين اي خبر. حكينا مع حضرة اللواء عباس ابراهيم وقال انه اخوكم ما بين مع الشباب، كنت رجعوا قائد الجيش. قائد الجيش قال هو مع داعش لهلا ما في شيء. كل ما بيطلعوا على التلفزيون بيذكروا اسماء المفقودين، هو ما عم بيذكروا اسمه، كانه منو عسكري عندهم بالمره، بمنو حدا عم يجيب سيرته. يا اخي نحن متعبين كل الفكره، جريح، مفقود، مستشهد، ميت، عيش، شو قصته؟ وليش هالتخفيق؟ ولا يبقى امام اهل خضر سوى الدعاء الى الله لعله ييسر لهم من يكشف مصير ابنهم وابن المؤسسه العسكريه. بعد الإعلان البحارة محتجزون. أهلا بكم من جديد. الناس طوابير في مطار رفيق الحريري الدولي بسبب غياب التنظيم. هذه الصورة من مطار رفيق الحريري الدولي انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. زحمة خانقة ووقوف بالصف طوال ساعات، مسافرون في قاعة المغادرة تعبوا، ضاقوا ذرعا بغياب التنظيم في المطار، فأطلقوا الصرخة عبر حساباتهم على فيسبوك وتويتر. بعد ظهر الاثنين نزلت الجديد لتفقد المغادرين، فتبين أن غالبيتهم متوجهون إلى السعودية لأداء فريضة الحج. يوم الجمعة المقبل هو أول أيام عيد الأضحى، ويتزامن وانتهاء موسم الاصطياف في لبنان وعودة المغتربين. أنت قد ايش صرت ناطر؟ صار لي 3 ساعات. يا سلام. أنا كان طيرت أمي بثنتين، تأجلت للخمسة ونص وخمسة. الله كتب والله الوحدة عمان. سألته ليش صرت؟ موسم الحج وعيد الأضحى وانتهاء موسم الاصطياف ليست مفاجئة، لكن بعض أجهزة الدولة اللبنانية اعتادت أن تفاجأ مع كل استحقاق وتترك الفوضى تدب. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل جال في منطقة رأس بعلبك، حيث اجتمع إلى قيادات المنطقة في الجيش اللبناني. ومن كنيسة رأس بعلبك قال: جئنا نحيي الأبطال الذين قاوموا وواجهوا، مؤكدا الدعم المطلق لجيشنا الوطني. وأضاف: أتينا لنقول لكم إننا إلى جانبكم ولنسلم على الأبطال ضباطا وأفرادا. ونبه الجميل إلى أنه لا يعتقدنا أحد أن وقت الحساب لن يأتي، لكننا ملتزمون الكلام الوطني تكريما لشهداء الجيش والانتصاره الكبير الذي تحقق اليوم. وختم بالقول: لا نريد بندقية إلا بندقية الجيش اللبناني، ولا نريد بزة إلا بزة الجيش اللبناني. بما رأيي استثنائي بطولي
بسرعة فائقة تمكن جيشنا الوطني من أنه يبعث رسالة لكل اللبنانيين بأنه هو قادر يقوم المهمة لوحده ويكون هو الضامن وهو الحامي لكل اللبنانيين. الجيش يلي هو مصغر عن مجتمعنا، يلي فيه بقلبه لبنانيين من كل الطوائف، من كل الانتماءات، من كل التوجهات، هيدا الجيش، هيدي البلدة، هول العسكر، هول الضباط، هن الفخر تبعنا، هن القدوة بالنسبة لنا. الله يحميهم، الله يكون معهم، والله يحافظ عليهم حاملين هيدا الأرض وهيدا الكرة. بحث وزير الدفاع الوطني يعقوب صراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون في التطورات الراهنة وأوضاع الوحدات العسكرية في جنود رأس بعلبك والقاع، كما جرى بحث في مستجدات قضية العسكريين المخطوفين. السلطات التركية تحتجز باخرة لبنانية لأسباب مالية. منذ أكثر من 20 يوما تستمر السلطات التركية في حجز باخرة لبنانية تابعة لشركة خليفي لنقل المواشي بسبب مشكلات مالية بين الشركاء والوكلاء البحريين الأتراك. محجوزة من قبل الناس أتراك وشركات تركية وشركة نفط عالمية نتيجة عدم دفع الأموال من صاحب البئر لهذا الشراء، فموقفين بعرض البحر من فترة وكل شيء تقريبا عندنا نفذ. فمنطل السلطات المعنية اللبنانية بالمساعدة بالوقوف إلى جنبنا. الوضع الإنساني والمعنوي للبحارة كتير سيء، من مسؤوليتنا نحافظ عليهم ونأمن لهم أكل، وخايفين عليهم ما ينطوا على البحر، يعني مسؤولية برقبتنا مش عارفين. يا رب حدا يساعدنا. بس على متن الباخرة 39 بحارا من اللبنانيين والسوريين يعانون أوضاعا صعبة بسبب منعهم من مغادرة الباخرة. بالمطبخ ما فيه أكل ولا في شيء. جربنا طلع. في فيران، في فيران بالقش، في فيران بالقش. عم ينزل علينا على الغرف. عم ينزل علينا على الغرف، عم يعضنا، رح يعضنا، رح ياكلنا. عم نحكي ما كأنه في حدا، ما حدا عم يرد علينا. ما حدا عم يسمعنا ولا حدا عم يرد علينا. مندق لصاحب الشركة ما بيرد. لا صاحب شركة ولا في صاحب شركة ولا في شيء. أصحاب الشركة فروا إلى هنغاريا بحسب البحارة بعدما وصلت ديونهم إلى 30 مليون دولار أمريكي. والسفارة اللبنانية في تركيا تتابع الموضوع يوميا في انتظار أن تتحرك وزارة الخارجية لوضع حد لهذه القضية وعودة البحارة إلى وطنهم. وكما نفذت المواد التموينية لديهم كذلك نفذ صبرهم. في ضوء التفهم والوعود التي تلقاها والتي أثمرت إعداد اقتراح قانون معجل مكرر يعرض على المجلس النيابي في أول جلسة تشريعية له وقيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون جديد لسلسلة رتب ورواتب القضاة يصحح الخلل الحاصل، قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق الاعتكاف فسحا في المجال لتحقيق ما تقدم مع الاستمرار في السعي بإصرار لتصحيح الخلل في سلسلة رواتب القضاة من خلال متابعة مسار مشروع القانون الذي يتناولها. بعد الإعلان، بلدة جون تكرم عملاقها. لافروف بدأ في الكويت جولة خليجية. أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن بلاده مستعدة للمساهمة في مساعي الكويت لتسوية الأزمة الخليجية، وأن موسكو تتواصل مع كل الأطراف بلا استثناء، وذلك بعد لقائه في الكويت المسؤولين الكبار في مستهل جولته الخليجية. وبدأ لافروف من الكويت جولة خليجية تقوده لاحقا إلى قطر والإمارات للمساهمة في تسوية الأزمة الخليجية، والتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، مؤكدا أن روسيا مهتمة ببقاء مجلس التعاون الخليجي موحدا لكونه لاعبا دوليا وأقليميا مهما وذا علاقة متينة ببلاده. فإن شركائنا في الكويت يسعون للعب دور الوساطة، ونحن جاهزون للمساعدة في هذا الإطار، ولدينا تواصل مع كافة الدول في الخليج العربي، ولدينا مصلحة بأن الدول العربية في الخليج العربي أن تبقى متوحدة و
والتي لدينا معها علاقات وثيقة ونحن نثمن هذه العلاقات. وأذكر أن لدينا مبادرة التي نتقدم بها منذ عدة سنوات وهي مبدأ الثقة والأمن في الخليج العربي والكويت، وبالإضافة إلى الأعضاء الآخرين لدول الخليج العربي مثل البحرين وعمان، فكانت من المساندين لهذه المبادرة واليوم كانوا قد أكدوا عليها زملائنا في الكويت. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد استقبل في وقت سابق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث أثنى الأخير على جهود الكويت لحل الأزمة الخليجية. وكشف السفير الإيراني السابق لدى قطر عبدالله سهرابي عن نية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي. وقال الدبلوماسي الإيراني في مقابلة لصحيفة جام جم الإيرانية إنه وفقا للأنباء الواردة من قطر فإن الأمير تميم كان يعتزم التخلي عن عضوية بلاده في مجلس التعاون الخليجي، لكن مستشاريه نصحوه بالتريث. وأضاف إن استئناف أعمال السفارة القطرية في إيران يأتي في إطار استقرار أمنها القومي، ووصف عودة السفير القطري إلى إيران بالخطوة البناءة. وتأتي هذه التطورات مع دخول الأزمة الخليجية منعطفا خطرا مع تواتر أنباء عن بدء السعودية محاولات لتغيير النظام في دولة قطر عبر احتضان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني شقيق الشيخ أحمد بن علي آل ثاني أول أمير قطري لدولة قطر بعد الاستقلال قبل إطاحته من السلطة بانقلاب قاده ابن عمه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني جد الأمير تميم الحالي عام 72. وفي المقابل تتبنى الدوحة السلاح نفسه باحتضان المعارضة السعودية، ولا سيما أسرة آل رشيد التي أقامت إمارة في مدينة حائل وحكمت المنطقة بضعة عقود وتحالفت مع العثمانيين في مواجهة آل سعود. يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا إلى تكساس التي اجتاحها الإعصار العنيف هارفي وتسبب فيها بفيضانات غير مسبوقة، بينما توقعت الهيئة الوطنية للأحوال الجوية تساقط مزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات الكارثية في الولاية. وتحدثت الهيئة عن اضطرابات جوية غير مسبوقة وعواقب غير معروفة، وصرح حاكم تكساس أن ترامب سيرى بنفسه الدمار الكامل، مؤكدا الحاجة إلى وقت طويل لإعادة الأعمار. وأسفر الإعصار هارفي عن فيضانات كارثية في هيوستن تسببت بعزل رابع أكبر مدينة أمريكية، حيث أغلقت مطاراتها وطرقها الرئيسة، فيما صعد السكان السطوح هربا من المياه التي غمرت المنطقة. وأغلق مطار هيوستن كبرى مدن ولاية تكساس أمام حركة أو أغلق أمام حركة الملاحة الجوية، فيما جرى إخلاء أحد أضخم مستشفيات المدينة. وخرجت محطة تلفزيونية محلية عن الخدمة وعلق مطار جورج بوش الدولي في هيوستن جميع رحلاته التجارية بعدما غمرت الفيضانات الطرقات المؤدية إليه، ما تسبب بزيادة عزلة كبرى مدن ولاية تكساس. الأخبار الفنية مع الزميلة دارين شاهين. مرحبا. السنة بتصادف الذكرى 90 لميلاده، فجاء الوفاء من أهل ضيعة جون تحية تجاه هذه القامة الفنية، 34 سنة مضيت على رحيله. تكريم الفنان نصر شمس الدين بهالتقرير. ميل الزندق عبابك ميلي عطشان وبلاقي بنبعك ميلي. أول مرة من 34 سنة عم بتصير هذه لنصر شمس الدين، ونتمنى أنه التراث العظيم يلي تركه نصر يدل بالبال. كمان الطابع الحمد لله تم توقيعه، طابع البريدي، وإن شاء الله بده يصدر قريبا. واليوم عاملين كمان توزيع ميداليات باسم الراحل نصر شمس الدين. أمثالك لا يموتون، وإن بخلت عليك بعض الإذاعات والمحطات فإن صوتك الرنان يبقى يدوي ما دام الأسير موجوداً. ريقي روح اللئيم بالشهر مرة
وزارة الثقافة وبشخص معالي الوزير الدكتور غطاس خوري يعيد اعتراف الدولة اللبنانية بحقك في التكريم. للأسف لبنان الرسمي لم يكرم قبل الآن نصري شمس الدين مثل ما كرم كبارا آخرين مستحقين مثل وديع وصباح وفيروز. اليوم تستذكره قريته، أهله ومحبوه فنه. هذا التكريم أتى متأخر، وأريد أن أقول للرئيس أننا سوف نتشارك سويا بإقامة مكتبة موسيقية للفنان نصري شمس الدين في جون. كيف حالهم؟ كيف حبايبنا؟ عم يبعدوا البعض تعبنا، بيت قريب وحي هالحي، وإلا سن منمشي وما قربنا. كيف حبايبنا؟ هذا كان كل شيء بالنسبة لنشرة فن الخبر وأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميلة سعاد صالحة. مرحبا. الحزن، الحسرة والألم هن مشاعر سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ما تم الكشف عن مصير العسكريين المخطوفين من 2014، إلا أنه الغضب كان الشعور المسيطر من قبل الناشطين ضد الطبقة الحاكمة يلي حملوها السبب الأول والمباشر لهالمصير المأساوي. ومن أكثر الفيديوز يلي حظيت بانتشار واسع جدا وبتعبر عن الوجع الحقيقي يلي عايشينه أهالي العسكريين هو هيدا الفيديو. قاعد عم تسطر هلا مراجل سنتين بتعوض انت اكثر من سنتين، انت بتعوض الخساره بدك تحكي اي انتصار. شيل الميكروفون خي، اي انتصار. وش غصنا ست سنين؟ وين هي الدوله؟ وين الحكومه؟ ناطرين قرار سياسي. ليش ناطرين قرار سياسي؟ ليه عم تحكي؟ ليش عم تحكي؟ ما تحكي. لا انت ما تحكي. وين هي الحكومه؟ ننتقل مع شركة أبل يلي قامت بحذف عدة تطبيقات إيرانية من متجرها بحجة تطبيق العقوبات الأمريكية، الشيء يلي سبب انتقادات واسعة طالت الشركة من قبل متابعين قاموا بإطلاق عريضة على تويتر طالبت الرئيس التنفيذي لشركة أبل بالعودة عن هالقرار. من جهته وزير الاتصالات الإيراني عبر عن احتجاجه من هالتصرف من خلال تويت توعد فيها بملاحقات قضائية، كون تكنولوجيا المعلومات مش لازم تكون وسيلة تمييز بين الدول بل وسيلة لتحسين حياة الناس. يذكر أنه بإيران يوجد 40 مليون هاتف ذكي من بين 6 ملايين من نوع آيفون. ومنختم مع خدمة جديدة رح تقدمها واتساب قريبا لتسهيل التواصل مع العلامات التجارية يلي بتهمك من خلال إعطاء رمز التثبت مع الإشارة الخضراء يلي رح تظهر بجانب اسم المرسل لتتأكد أنه جهة الاتصال تابعة لعلامة تجارية. وبالإضافة لهالإشارة فأنه لون الرسالة داخل الدردشة رح تكون بالأصفر. هالخدمة بعدها تحت التجربة مع عدد محدود من الشركات التجارية المشاركة لحد هلأ. ومع هالخبر بدي ودعكم، لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر انستغرام، وما تنسوا تتاج اند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي. كان في النشرة نصلى نحن قوم لا نبتز.
روحوا طالبوا وحايقوا مع أصحاب القرار السياسي الجبان والخاضع والمتودد، واللي يمكن أصلا ما كان شايف إنه هن عدو، كان يشوفهم ثوار، كان يشوفهم إنه هو جزء من المشروع الكبير اللي هو جزء منه. هذا الملف روحوا افتحوا. أبو طائية شريك أبو مالك التلي في احتلال عرفان. إذا يا شيخ قررتم الخروج وجاء الجيش لكي يقتل شباب أهل عرسال، أنا أول من سيقاتل ولن ألقي السلاح حتى أكون في التراب. هذا ما عندي. اللواء عباس إبراهيم الجديد: نحن دولة عدل لا دولة قتل. عندما خرج الجيش اللبناني بهذه العملية خرج بهدفين: تحرير الجرود وجلاء مصير العسكريين. نحن حققنا هذه الأهداف، ما خرجنا للقتل. عينات الدي ان اي أخذت والانتظار الأصعب بدأ. ركبتي وحيد يا الله. عوامل كيف كانت الجثة موجودة ما بتأثر كتير على فحص الدي ان اي. أهالي جرود القاع إلى أراضيهم بمرافقة المقاومة. بفضل المقاومة وتحرير الأرض صار فينا نجي لهون، وما بس بدنا جينا هلأ، نحن بدنا نجي ونستثمر أرضنا وندافع عنها مع المقاومة لنحمي. والإعلام يعين والجيش ميدانا ما بعد المعركة. طلعنا بهجومنا من هالبعة هيدي على جبل يسمى حقاب خزعل. العمل العسكري عليه كان مزيج من العمل الخاص والعمل الكلاسيكي. وروسيا تدعم وسط الكويت لحل الأزمة الخليجية. نحن جاهزون للمساعدة في هذا الإطار. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.